أبريزونت الشبع في مغدي لي جاي من عشاكير بخطرك الغزالي عبد الحفيظ والطيب نزل حديث مع الصمد وبالقايمة أجيب يا لازعف العافية نديها شحنا شحني هضروا فيا ما بغيت الزعراء يا العديان اختوني شمتها من قلبي انتوما واش تتسالوني تسألوني ما أبغي صغي سعاد يا العديان اخطوني يا عشقتها من قلبي انتوما واش تتسألوني أقدي يا شاكي أقدي الشاب عبد المغيث يقول يلا مكون طرع عليكم يا ذلكت الدعايات وهدرتوا في سعاد وجابكم فيها اهدرتوا فيها وش حاكي اضطرتوا كدوبات وقلتوا فلان بالفلاني راهم صاحبها هادي ماهيش معنا ماهيش قيمة الرجلات هادي حبيبته وهو حبيبها درام هدية لك يا اخويا ابو جمعة رعي لي من وطرع العديان ما تنساليش عبدو وغاشي تندرارا اقديها اخويا الشاكي اقديها من قلبي انتوما واش تتسالوني ما بغيت سليمه يا العديان